النهارده الصبح او من امبارح تقريبا بوست انتشر زي ما بنقول كده، كان نار فلاشي. البوست ليه علاقه بجامعه حلوان و او الواقعه دي حصلت في الجامعه. طالبه جايه تدخل الجامعه بالفستان بتاعها، فالامن وقفها وقال لها انت مش هتدخلي علشان انت لابسه فستان غير لائق، ما ينفعش تدخلي بيه الحرم الجامعي. موضوع الحقيقة قبل ما يعني استقبل التليفون، انا بشكر الجامعة لاستجابتها في التواصل معانا على الرد على هذا البوست اللي انتشر بشكل غير طبيعي، والناس بتقول يعني ايه بنت لابسة فستان، وعشان لابسة فستان فبالتالي ما تدخلش الجامعة. والبوست لما اتذاع كان والد البنت قال على البوست ده، افتحوا الصورة يا جماعة وشوفوا إذا كان الفستان ده حد يدخل بيه الجامعة ولا ده البنت ما تدخلش بيه الجامعة، عشان كده رجعوها. دكتورة ماري مسك، أستاذ الإرشاد السياحي، ميساك عفوا، مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا استاذه. اهلا بحضرتك، اهلا بيك وسهلا دكتوره يا ميري. فندم، ازي حضرتك؟ اولا كل سنه وحضرتك طيب. ميرسي، وحضرتك بصحه وسلامه يا رب. يشرفني ويسعدني ابقى متواجده مع حضرتك. ربنا يخليكي. ايه مشكله حنين؟ هو سيد الجناري تقريبا. تمام، هو ما فيش مشكله حضرتك. إيه؟ هو ما فيش مشكله، انا سياده العميده استدعيتني ان انا مسجل برنامج الدراسات التراثيه والمتحفيه، برنامج بكالوريوس اللي هي مقيده في الطالبه حنين. أيوة. تمام، ان هي مثلا كانت لابسه فستان، فان هو الفستان ده الان زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان هو ايه غير لائق يعني للكليه. لا مش انا اللي قلت، انتوا اللي قلت. الامن قال كده. فبعد كده انا قابلت الطالبه وكلمتها، وبعد كده شفت لابسه فستان جميل طبعا، لكن هو للاسف من الظهر هو مكشوف الى حد ما يعني. فانا اخذت الطالبه خارج مكتب سياده العميده واتكلمت معاه. هو الفستان طبعا يصلح لمناسبه اجتماعيه، لكن هو اليوم ده حنين كان عندها ده لا يصلح للجامعه. الفستان اللي على الشاشه ده لا يصلح للجامعه. لا يصلح، تمام يا فندم. ليه يا فندم؟ هو تمام ان هي حنين كانت جايه يوميها، هو المطلوب لبس فورمال او سيمي فورمال، لكن اللبس الفستان الجميل ده هو يصلح لمناسبه اجتماعيه لكن مش لتقديم برزنتيشن عشان ظهره عريان. طبعا ان احنا حضرتك، احنا اول حاجه احنا كليه عمليه، واحنا عندنا يعني جزء كتير من التكليفات الطلبه بيبقوا متواجدين فيها لابسين لبس فورمال، وبعدين احنا التعليمات دي مع بدايه كل عام دراسي بتبقى موجوده ومطبوعه وموجوده في انحاء الكليه. لا عندنا يعني ممنوع بنت تدخل الجامعه بفستان دكتوره ماري؟ لا حضرتك يلبسوا فستان لكن ما يبقاش مكشوف حضرتك، ما يبقاش مكشوف من الظهر. فانا لما اتكلمت مع الطالبه اخذتها خارج مدخل سياده العميده، وبعد كده قلت لها مثلا فستان جميل لكن لما شفته من الظهر لقيته انه مكشوف حرصا وخوفا. طب حنين ردت عليك قالت لك ايه؟ خالص، هي بتحبني وانا بحبها، جميله. احنا العلاقه بيننا وبين الطلبه بتوعنا احنا زي المدرسه. هي. وده حرصنا وخوفنا عليهم، احنا بنتابع إيه الطلبه. طبعا سيادتك ان الطلبه احنا بنحافظ عليهم، بناخد الغياب لما طالب بيغيب مثلا يومين ثلاثه بنتواصل. مفهوم، بس اقصد يعني فيما يتعلق بالفستان. لا خالص، بعد كده قلت لها فستاني جاي، بعد كده بصيت من ورا لقيت فعلا مكشوف. فانا حنين كانت رابطه شعرها ضفيره، فانا قلت لها طيب ممكن، وشعرها جميل طويل، قلت لها ممكن تفكي شعرك عشان بس ايه ما يبقاش المنظر ظهرها مكشوف. تمام. وبعد كده سالتها هل حضرتك جايه النهارده عملتي البرزنتيشن؟ قالت اه، فطلعت ناقشه البرزنتيشن. فسالتها عندك محاضرات ثانيه؟ قالت لا انا خلصت. قلت لها طيب لو خلصتي ممكن تروحي لو ما عندكيش حاجه. قالت لي هطلع هشوف الطلبه زمايلي وهشوفهم لو خلصوا بعد كده ايه هروح. كويس. وبس وديت لها الكارنيه وما فيش اي حاجه، بس قلت لها بعد كده لما يبقى في برزنتيشن ثاني او كده ممكن مثلا لو عايزه تلبس شال او تحط الجاكيت عليه، خوفا عليها حضرتك ان الطلبه دول بيكونوا على مسؤوليتنا. انا فاهمك، يعني البنت استجابت. طب ليه البوست نزل؟ اعتذرت تقصدي؟ حضرتك انا مش قادره، انا هعتذر يعني، انا اعتذر. انا لما لقيت طبعا البنت
البنت عامه لما اي حد حضرتك الامن مثلا يقول لها الفستان ما ينفعش تخشي او هاتي الكارنيه، مش انت طالبه في فرقه كام؟ طلبه حضرتك فهماني، بتقلق. لكن هي اول ما اشتنى عشان هدي قلت لها حبيبتي مالك في ايه، حتى اخدتها واتكلمنا بالظبط خارج مدخل يعني حجره سياده العميده. أيوه. وقلت لها ايه الاخبار، قالت لي انا مش عارفه. قلت لها مفيش، قلت لها بس بصي ظهرك لو كانت هي مش ما كانتش هتفك مثلا شعرها هي. أيوه. على طول وهي عارفه احنا بنحبهم قد ايه، وهي عارفه استجابت والبنت طبعا استجابت. وبعد اصل كده البوست ده انتشر غير طبيعي. تمام سيادتك، تمام تمام وطبعا ده اللي ادهشنا ان ما فيش مشكله حضرتك، بس احنا ده اجراء. طب مع انا كل بتمنى من حضرتك حاجه وبشكرك على يعني انه حضرتك رديتي علينا ودخلتي معانا على تحت التليفون، امرك تحت بس امرك انا طبعا. دكتوره ميري عشان خاطري ارجو ان موقف زي ده او بوست زي ده ما يبقاش فيه استقصاد زي ما بنقول كده للبنت. خالص خالص ارجوكي خالص خليني اخد منك حضرتك، وعد. حضرتك ده وعد ومش وعدي انا، ده احنا عندنا حضرتك من اول سياده العميده والاساتذه اللي عندنا حضرتك، احنا جامعه حلوان احنا ما فيش ده. وانا حتى لما اتكلم على طيب كليه سياحه ارجوكي فنادق ارجوكي لا خالص يا يعني دكتور علشان خالص، ده ما لا لا يعني لا لا خالص يجوز، لا لا يجوز انه خالص. نتيجة حد اشتكى سواء بالفعل البنت عندها حق حضراتكم عندكم حق يبقى يعني نجازي اللي عمل كده علشان يبقى كارت ارهاب زي ما بنقول لأي حد يفكر يشتكي. حضرتك خالص، شكرك وبعدين دكتورة هم ولادنا، وبعدين احنا لما بيبقى في اجراء احنا بيبقى الحد، شكرك يا بعدين فندم البنت اشكرك شكرا جزيلا. خليني اطلع فاصل واتواصل مع حضرتكم بعد الفاصل.